أهلا بكم مشاهدينا الكرام. كشف مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني عن عزم الحكومة مجددا تقديم ملف متكامل إلى الأمم المتحدة حول تدخل إيران في الشأن اليمني. وأوضح اليماني أن الحكومة ستعتمد على ما تم التوصل إليه من قبل لجنة العقوبات الخاصة باليمن، والتي وضعت صالح وعبد الملك الحوثي في قائمة العقوبات. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي فرص نجاح المساعي الخاصة في مجلس الأمن لمحاسبة إيران بسبب تدخلاتها المتكررة في شؤون اليمن والمنطقة؟ وما مدى قدرة المؤسسة الدولية على حماية قرارها الخاص باليمن والصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟ لم يعد الحديث عن التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لليمن همسا بين دوائر أمنية وسياسية، بل تعداه إلى العلن والمجاهرة على أعلى المستويات الرسمية. وبعد تأكيد حقها في اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها من جانب ميليشيا الحوثي والمخلوعة المدعومة من إيران، تعتزم الحكومة تقديم ملف متكامل حول الخروقات الإيرانية إلى مجلس الأمن، وهو المجلس المعني بحماية قراره الخاص بشأن اليمن باعتباره مطلبا سياسيا وشعبيا والسبيل الوحيد للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الذي عانى من جنون الميليشيات المسلحة والتدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية. قبل أن نبدأ النقاش، نذهب أولا لمتابعة هذا التقرير. في غمرة اشتداد العمل العسكري، يتراجع الحديث عن الحل السياسي أو وجود طريق يمكن التوصل من خلاله إلى اتفاق يوقف الحرب. ذلك ما يؤكده المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، الذي قال إن الحركة الحوثية لا يوجد في قاموسها ما يسمى بالحل السياسي، وأن جماعة الحوثي عبارة عن ميليشيا مسلحة لا تعرف إلا لغة السلاح، كما أكد على أنها إحدى أذرع إيران المسلحة. لا يبدو مثل هذا الحديث الآن جديداً، فالجماعة الإنقلابية التي قضت على فرص السلام منذ عامين وساهمت بتحالفها مع الرئيس المخلوع على اجتياح المدن ومؤسسة الدولة، كما شنت اختطافات ضد معارضيها بالإضافة إلى إشعال الحرب في أغلب المحافظات، كانت بذلك قد اختارت السير في طريق الحرب ليس إلا. الحديث عن حلول سياسية الآن يبدو غير ممكن، إذ تذهب الجماعة الإنقلابية وحليفها صالح كل مرة إلى إهدار الفرص وإفشال الجهود الدبلوماسية، بينما تواصل عملها العسكري وارتكاب الانتهاكات التي من شأنها ألا تؤسس لمستقبل سلام دائم. مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني هو الآخر كشف عن عزم الحكومة مجددا تقديم ملف متكامل للأمم المتحدة حول تدخل إيران في الشأن اليمني، كما انتقد اليماني دور الأمم المتحدة ذاتها التي وصلتها تقارير إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن، لكن دون أن تتعامل معها بالشكل المطلوب. ربما أراد اليماني توصيل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي يتعامل بمنطق العاجز فيما يتعلق بالملف اليمني، خصوصا وأن الحديث كان عن فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تطبيق قراراتهم الدولية بحق جماعة الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع، الذين أدرجوا ضمن قائمة لجنة العقوبات الخاصة باليمن قبل عامين من الآن. إذن في ظل العجز الواضح للأمم المتحدة ومجلس الأمن وتصلب الجماعة الإنقلابية خلف مواقفها، غابت الآمال التي تشكلت سابقا حول قرب انتهاء الحرب في اليمن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ الحلقة مع وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة. مرحبا بك سيد نبيل. مرحبا بكم واهلا وسهلا. نعم سيد نبيل، في الشهر سبتمبر الماضي قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ان الحكومة تعتزم التوجه الى مجلس الامن الدولي لتقديم شكوى يتهم فيها ايران بنقل اسلحة للحوثيين. لماذا تأخرت الحكومة حتى اليوم في تقديم الشكوى؟ تعلمون ان الاجراءات الدولية تأخذ احيانا بعض الوقت لان لها متطلبات وأساليب معينة في طريقة التقديم والدفع، لكن الحكومة كانت جادة فيما قدمته في طلبها، وذلك من خلال ما تقدم به السفير خالد اليماني في أروقة الأمم المتحدة في مجلس الأمن.
فكلكم تابع وكلكم يعلم أن التصريحات الإيرانية تجاوزت حدها تماما، حتى أنها أصبحت تتحدث عن اليمن وكأنه مقاطعة أو حديقة خلفية لإيران. نعم سيد نبيل، كما تفضلت اليوم كان تصريح خالد اليماني بعزم الحكومة على تقديم هذا الملف، هل هناك دلالة معينة لهذا التوقيت؟ الدلالة الأساسية أننا الآن يعني طبعا خلال العامين الماضيين تحدث الأخ فخامة الأخ رئيس الجمهورية في خطابه الذي ألقاه أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحدث عن مطالبته وقف تدخلات إيران في الشأن اليمني بشكل رسمي، والآن يأتي هذا التقديم من خلال سفاراتنا في الأمم المتحدة ومندوبيتنا هناك، يأتي في هذا الصدد أننا نطالب الآن بتفعيل قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 2216 على أساس أن على هذه الهيئة الدولية والدول المنتمية إليها ومجلس الأمن أن يكونوا جادين فعلا من أجل تصويب الوضع القائم وتنفيذ القرار الدولي بعيدا عن أي تلكؤات في إطار ما يسمى الآن بمفاوضات أو تدخلات ببرامج خارج. نعم سيد نبيل، على ما تعولون الآن للاستجابة وسنتين من حديثكم حول الموضوع ولا يتم أي استجابة من مجلس الأمن؟ طبعا نحن يعني نؤكد استياءنا من هذا التلكؤ. نعم. الذي يحدث، ونعلم أيضا أن الطرف الآخر من خلال إيران وروسيا وغيرها ما يقومون بأعمال ل يعني محاولة إعاقة هذه القرارات الدولية، لكننا بالمقابل نؤكد أننا سنصمد وسنواجه سواء على الأرض في الميدان أو في أروقة المنظمات الدولية من أجل حق الشعب اليمني في الحياة الكريمة بعيدا عن هذه القوى الانقلابية وتصرفاتها المقيتة. نعم سيد نبيل، مع هذا الإعلان وهذا التصريح وهذه التحركات، هل نستطيع القول أن لدى الحكومة ملف كامل مدعوما بالوثائق والإثباتات، أما أن الموضوع لن يتعدى الاستهلاك الإعلامي؟ هناك كثير من الوثائق والإثباتات، وربما كانت الحكومة في الفترة الماضية عملت عبر الدبلوماسية اليمنية، قامت بدور كبير في تجميع كل ما يمكن أن يدعم هذا الملف ويقوي تقديمه بشكل قوي يؤدي إلى الضغط الجاد لتحقيق القرار 2216 وإيقاف هذا الانقلاب الفاشي ضد اليمن أرضا وإنسانا. نعم، في تصريح خالد اليماني عول على الأمين العام لمجلس الأمن الجديد وتفاءل بخطابه الذي ألقاه، هل يمكن الآن القول أن الأمم المتحدة ستسعى للتحرك بشكل جدي في هذا الملف، خاصة وأن مجلس الأمن هو الأولى بحماية قراره الذي ينص على هذا الموضوع؟ صحيح، الأمين العام في خطابه لافتتاح فترة عمله في الأمم المتحدة ركز بشكل كبير وجاد حول قضايا السلام في بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وهو ما يعطي دافع جيد لاهتمام أكبر من خلال هذه المؤسسة الدولية. نعم سيد نبيل، ماذا بالنسبة لموقف المبعوث الأممي بخصوص هذا الموضوع، هل يدعم هذه التحركات؟ سيد نبيل هل تسمعني؟ يبدو أن الانقطاع، يعني هناك انقطاع في الصوت. هل تسمعني الآن؟ أسمعك. نعم نعم، سؤالي كان حول موقف المبعوث الأممي إلى اليمن حول هذا الموضوع، هل يدعم هذه التحركات؟ طبعا نحن ما زلنا مصرين على تصويب مسار العمل مع المبعوث الأممي حول العودة إلى المرجعيات الثلاث من أجل أي تسوية سياسية، ولذلك كان إصرار الحكومة اليمنية أنها لن تتعامل مع أي تعاطي من خلال المؤسسة الدولية
خارج المرجعيات الثلاثة المعروفة والمعلنة والتي واصل عليها الوفد اليمني عبر هذه المرجعيات التي هي المبادرة الخليجية العالية التنفيذية، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. لذلك نحن الآن نسعى بشكل كبير في تواصل الدبلوماسية اليمنية مع إسماعيل ولد الشيخ على أننا سنستمر مع المؤسسة الدولية طالما استمرت هي في قرارها للمرجعيات الثلاث كأساس لأي تسوية. نعم، إذن وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى محلل السياسي نبيل البيضاني، مرحبا بك سيد نبيل. أهلا وسهلا أختي وشكرا لكم للاستضافة. أهلا بك سيدي. سيد نبيل، بتقديرك في ضوء هذا الملف اليمني الشائك وتدخلات إيران في اليمن والمنطقة، كيف ترى فرص نجاح هذا المسعى الحكومي لدى مجلس الأمن؟ حقيقة المسعى هذا أو القرار كان متأخر كثيرا، يعني كان المفروض أن يكون قبل سنتين أو قبل بالضبط قبل ثلاث سنوات. هذه ليست المرة الأولى سيدي، إنها المرة الثانية التي تتقدم فيها الحكومة اليمنية بمثل هذا الطلب وبمثل هذا التحركات. دعني أوضح مسألة الطلب، ممكن أي إنسان وأي شخص داخل الحكومة أن يقدم الطلب ويأخذ موافقة من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ويقوم بتقديم الطلب، ليست مشكلة الطلب بحد ذاته. هنالك لوبيهات صانعة للقرارات في الأمم المتحدة، هنالك جماعات ضغط ونفوذ يعرفها الجميع خصوصا في أروقة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن. هذه هي الأهم، يعني عملية التوضيب أو التأهيل إلى أن تصل إلى مرحلة قبول القرار، وهذه هي الأهم. كان المفترض أن يكون هنالك لعب دبلوماسي حقيقي من وزارة الخارجية وأيضا من العاملين في تحت منظومة حقوق الإنسان أو تحت منظومة وزارة الخارجية والجماعات الضغط في واشنطن، حتى القوى المجتمع المدني، هذه كلها تشكل عوامل ضغط واضحة تستطيع فيها أن تصل لمثل هذا القرار. القرار هنا أنا لا أعتقد بأنه سيكون هنالك قبول، لأنه حتى اللحظة لا نعرف سياسة ترامب ما هي القادمة، لكن نعرف أن هنالك جزء من الكراهية لدى ترامب كما نراها ونقراها للشأن الإيراني، ولكن هذا لا يعتمد مطلقا، لأنه نعرف أن ترامب الآن هو شخصية تجارية سيقوم بمحاولة التفاوض لأخذ أكبر مبلغ مالي أو أكبر منفعة مستطاعة من دول الخليج. المشهد عموما أنا لا أعتقد بأن هذه الـ يعني الـ لا أتفائل كثيرا بهذه الحركة، لكن أنا أتمنى أن يكون هنالك جماعات ضغط قادرة وجماعات تعمل في أروقة الأمم المتحدة وأروقة مجلس الأمن وأروقة أيضا مجلس حقوق الإنسان بذكاء ومقدرة على تفعيل الشأن اليمني. نعم سيد نبيل، عفوا على المقاطعة، ولكن السعودية أيضا كان لها تحرك من هذا القبيل وتقدمت برسالة إلى مجلس الأمن، وبرغم علاقاتها ويعني تأثيرها الكبير داخل مجلس الأمن لم تلقى التفاعل المطلوب. هنا لا أتفق أيضا، يعني الشأن السعودي للأسف، يعني السعوديين حتى اللحظة يعني في مجلس حقوق الإنسان لديهم مشكلة، لم يستطيعوا مطلقا أن يحركوا المجتمع الدولي ناحية مقدرة أو توضيح موقفهم داخل اليمن. الغارات جدا كانت سيئة على المجتمع اليمني وخسروا كثيرا بهذا الموقف، لكن في الاتجاه الآخر أيضا لوبيهات المملكة ومقدرتها ليست بهذا الشكل القادر حتى على اختراق مجلس الأمن واختراق مجلس الأمم المتحدة ومجموعاتها. للأسف السعوديين لا زالوا يتعاملوا مع العالم بمنظور الرجل البذخ الذي يمتلك المال والذي يستطيع أن يفعل كثيرا بالمال. الكفاءات التي تعمل حتى في هذه المجالس ما زالت غير قادرة مطلقا على صناعة لوبيهات متقاربة إما تكون معنا أو ضدنا، وهذا مبدأ في أروقة السياسات الخارجية غير موجود. يعني
هنالك مواقف قد تقبلها اليوم، غدا قد ترفضها، لكن في الأخير يجب أن تصنع جزء من النفوذ القادر على تغيير المواقف. للأسف السعوديين ليس لديهم هذه لديهم سياسات جيدة، لديهم يعني علاقات طيبة، لكن ما زالوا يتصرفوا بعقلية الرجل الأثري، وهذه العقلية يجب أن تتغير. إذا استطاعوا أن يصنعوا شراكات ويصنعوا نفوذ حقيقي في أروقة الأمم المتحدة ستتغير كثير من الضغوطات التي رأيناها على السعوديين. أنا الحقيقة أرأف لحالهم، وخصوصا على ما نراها الآن من التذبذب في كثير من المواقف، خصوصا بعد الضربات التي كانت يعني لم تكن جيدة ولا موقف. اتضحت الصورة سيد نبيل، تفضل بالبقاء معي. اسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الدكتور عمر عبد الستار، وهو أستاذ العلاقات الدولية ومحلل سياسي عراقي ينضم إلينا من اسطنبول عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور عمر. يا مرحبا، يا مسهلا. أهلا بك دكتور عمر. كيف يمكن للحكومة اليمنية والتحالف المساند لها في اليمن وحلفائه من بينهم الولايات المتحدة أن يتفاعلوا مع المساعي الخاصة التي تقوم بها الحكومة اليمنية برفض التدخلات الإيرانية في اليمن؟ هو هذا الموضوع الحقيقة هو مو موضوع يمني حسب، وإنما هو موضوع إقليمي. وموضوع إقليمي مرتبط بالعواصم الأربعة التي أصبحت تحت أو تشاد تحت عباءة ولاية الفقيه، من بغداد إلى بيروت ومن دمشق إلى صنعاء. ونعتقد التعامل مع هذا الملف يمنيا سيكون صعب، وكذلك نحن في العراق مثلا، وكذلك ثوار سوريا، وكذلك في بيروت. فنعتقد هذه المحطات الأربعة هي محطات ربما يشوبها شيء من التساوم، يعني ما بين يعني أطراف التي يعني تتعامل مع هذا الملف، كيف سيكون انتقال هذه المنطقة إلى خارج، يعني إلى مرحلة قادمة، يعني تعيد الدولة إلى هذه العواصم التي غابت عن الدولة لصالح منظومة اللادولة الإيرانية. ولذلك التعامل مع اليمن لوحدها أو العراق لوحده أو لبنان لوحده أو سوريا لوحده حقيقة هذا يخدم إيران، هذا يفرض شروط إيران في شروط المنتصر الإيراني على الأطراف الحقيقة، سواء كان الطرف الذي يتعامل مع كل ملف من هذه الملفات هو دولي أو إقليمي. وإيران داهية في التعامل يعني مع هذه الأطراف إذا جزأت الملفات. نعم دكتور عمر، دكتور عمر، إذا أين هو مكمن الخلل في عدم قدرة المنظومة العربية على التعامل مع هذا الموضوع داخل مجلس الأمن؟ أنا أعتقد هو الموضوع لأنه دولي الحقيقة، يعني ملف الشرق الأوسط بعمومه والخليج بخصوصه هو ملف دولي أكثر مما هو ملف إقليمي أو هو ملف محلي، وبالتالي يعني هو يعني ينتظر توقيتات دولية لكي ينتقل من حالة إلى حالة. ونحن رأينا أن ما قبل لوزان مرحلة، ويعني وبالتالي كانت عاصفة الحزم على أبواب لوزان، وما بعد لوزان مرحلة ثانية، ونعتقد المرحلة الثانية لم تستوي بعد على سوقها، وربما الكل الآن ينتظر إدارة ترامب الجديدة في سياسة مختلفة عن سياسة أوباما التي انفتح بها على إيران وتشدد بها مع روسيا. ربما ترامب سيتشدد مع إيران وسينفتح على روسيا، وبالتالي ربما تلتقي بوصلات دولية وإقليمية ومحلية لحسم هذه الملفات التي ظلت يعني متعثرة أو ممتدة لصالح ولايات الفقيه في الفترة الماضية. نعم، إذن دكتور عمر تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أعود إلى ضيفي نبيل البيضاني. سيد نبيل، من خلال رصدك أنت للعمل في الأمم المتحدة، لآليات العمل في هذه المقرات، كيف يمكن لهذا التحرك أن يكون ذو أثر ملحوظ أو ملموس؟ حقيقة العمل وفق منظومة دولية خصوصا في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ليست وليد اللحظة، لا يمكن أن تعمل في هذه المنظومة في شهر أو شهرين. نعم. هي صناعة يجب أن تصنع لمدة سنوات، صناعة تحالفات، صناعة حتى أوراق عمل وأوراق ضغط، ومقدرة على صناعة علاقات عامة حقيقية في إفهام هذه القضايا. للأسف حتى اللحظة القضية اليمنية عندما تصل إلى هناك تسأل بمنظور
للأسف نقول يعني بمنظور المملكة، يعني غطاء المملكة أو ما تفعله المملكة في عاصفة الحزم هو الذي يغطي على الشأن اليمني. حتى اللحظة لا يوجد شأن يمني قادر أو مجموعات يمنية قادرة على تغيير الآراء والتغيير دعونا نقول أصحاب المصلحة في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. حتى اللحظة مقدرة اليمنيين ما زالت وزارة الخارجية لا تعمل بانسجام حقيقي مع الأطراف والمؤسسات الدولية أو حتى السفارات اليمنية والبعثات الدبلوماسية. هذا أثر كثيرا حقيقة على تأخير عملية إفهام أنه اليمن هناك صراع حقيقي مع لا دولة، صراع حقيقي مع ميليشيا. فحتى اللحظة للأسف ينظر إليها أن الموضوع شأن سعودي يمني وأنه شأن سعودي إيراني، وهذا خاطئ. يجب أن يفهم أن هناك جماعات انقلابية وجماعات إرهابية تحاول أن تقوض العملية السياسية أو لا تقوضها، أن أنهت العملية السياسية بالأصل. ما الذي تحتاجه الحكومة اليمنية لإقناع العالم بهذه المشكلة وبوجوب وقف التدخلات الإيرانية في اليمن؟ صناعة استراتيجية واضحة لوزارة الخارجية والخارجية اليمنية عموما، محاولة وضع أوركسترا انسجام بين العاملين في هذه السفارات مع البعثات مع حتى المؤسسات الغير حكومية مع الإعلام والاقتصاد وجميع أدرع العمل الخارجي. يجب أن تعمل بانسجام نحو إفهام القضية اليمنية وإيصال الخارج. لا يمكن مطلقا أن تعمل حتى اللحظة وما زال هنالك مئات ومئات العاملين الحوثيين والعاملين التابعين لصالح السفارات اليمنية، يجب تنقيتهم، يجب إيقافهم اليوم قبل غدا. حتى إيقافهم كلفة إيقافهم لن تكون كبيرة مطلقا، لكن إيضاحها وحاولة الوصول لأصحاب القرار هذا مهم جدا. للأسف من يقوم بتشويه القضية اليمنية الآن هم يمنيين، ليسوا عراقيين وطائفيين وليسوا سوريين طائفيين وليسوا إيرانيين. للأسف هم يمنيين يعملوا ضد اليمن ويعملوا الجماعة الحوثية ويعملوا لإيران ولمصالح. نعم، إذن سيد نبيل البيضاني محلل سياسي، شكرا جزيلا لك. إذن بالعودة إليك دكتور عمر، لعلك استمعت لحديث سيد نبيل، تحدث أن المنظومة العربية والحكومة اليمنية لا تمتلك أدوات ضغط وآلية عمل حقيقية تستطيع فيها بها العمل داخل هذه الأروقة الدولية. ما مدى واقعية هذا الطرح وحقيقته؟ هو حقيقة هذا صحيح، السبب لأنه يعني المنظمة الدولية الجمعية العامة ومجلس الأمن يعني في العلاقات الدولية منذ 1990، منذ سقوط السوفيت، منذ يعني نهاية نظام الثنائية القطبية اللي كان به معادلة القوة متساوية بين الطرفين وبالتالي القانون يحكم. لكن عندما اختلت معادلة القانون قوة القانون لصالح قانون القوة واختلت لصالح القوة منذ 1990 إلى اليوم، الحقيقة لا يوجد شيء اسمه قانون دولي وبالتالي من ينتظر القانون أو منظمات القانون الدولي سيحصل على حقه. لا، هناك قوة الحقيقة في هذا الموضوع، ونعتقد من وجهة نظري الشخصية أن المنظمة الدولية ومجلس الأمن حتى أصبح يعني عبارة عن مؤسسات تصريف أعمال أكثر من مؤسسات حاكمة أو صاحبة قرار أو صاحبة قيادة الحقيقة. وأصبحت الدول اللي هي يعني دائمة العضوية وخاصة الولايات المتحدة التي أصبحت قوة عظمى، وكل القوة الأخرى بضمنهم روسيا التي أصبحت قوة فوق إقليمية على أعلى تقدير، هي المتحكمة في توجه الأحداث. وبالتالي حقيقة بدون أن تستطيع الدول أن تحمي نفسها، يعني لا أحد يستطيع أن يمنحها حقها. يعني أستطيع أن أقرر قاعدة هنا عملية، وليست أنا أقول أن يعني قاعدة ربما ارتسمت منذ 1990 إلى 2016. يعني حتى بضمنها مثلا غزو العراق تم بقرار بدون مجلس الأمن، يعني تم بقرار تحالف ثلاثيني. جملة هذا المعنى هو أن الخروج أن الخروج على القانون في فترة الخروج على القانون قانون. يعني هاي فترة خروج على القانون، وبالتالي أصبحت الميليشيات العابرة للحدود داعش والقاعدة وانبراطورية الحرس الثوري الإيراني والتحالفات الدولية كلها خارجة عن القانون. فمن ينتظر المؤسسات لكي تأتي له بالقانون هذا يلهت وراء شراب. وبالتالي نعم، أنا أعتقد هذا كلام واقعي الذي قاله السيد البيضان. دكتور عمر، إذن حسب طرحك هذا ما هي الخيارات المتاحة أمام شعوب المنطقة؟
هناك الحقيقة نحن الآن يعني المنطقة تمر بفاصلة تاريخية، هذا انقلاب تاريخي وليس انقلاب سياسي. نعم. وهذا أمد مفتوح تنكسر فيه موازين القوى، وبالتالي تنتشر فيه الفوضى، وبالتالي نحن ننتقل من منظومة حكم وعلاقات وأنظمة وجيوش ودول إلى منظومة حكم وعلاقات وأنظمة وجيوش أخرى تماما تختلف عما كانت عليه الحال في السابق. كنا بنظام حكم وحكم قومي أو مطلق، ونحن نحاول أن نبحث عن شعب يختار حاكمه وعن دستور ينظم العلاقات بين الناس. اليوم في ظل هذه الفوضى التاريخية حقيقة ما لم تفرز الشعوب لغتها بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الدين والدولة لن تخرج بنتيجة لصالح هذه الشعوب. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي يعني تقاطع الملفات إقليميا ودوليا مع المحلي، هناك اليوم تحالف إسلامي عسكري وتحالف ستيني دولي، وأنا أعتقد هذه التحالفات ربما قادرة من ناحية القانون والقوة أن تزيح أو تحاول أن تزيح يعني إمبراطورية لا دولة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وربما تكون السنوات الأربعة القادمة حاسمة في هذا الاتجاه. نعم، إذن دكتور عمر عبد الستار أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ، وكان معي دكتور عمر عبد الستار أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي العراقي، وكان أيضا معي من السويد المحلل السياسي اليمني نبيل البيضاني. وشكر موصول طبعا لكم على حسن المتابعة. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد محمد القاسم. نلقاكم على خير.